هنا يعملوا الشينجين جاردز للملكة. يبقى كل يوم الصبح من 10:30 بيبدأوا يعملوا تغيير الحرس، تبقى احتفالية كل يوم. ده قصر الملكة. لو شايفين هنا الحرس المشهور، كمان نص ساعة يبدأوا احتفالية تغيير الحرس. طبعا زحمة جدا. بدأ يتحرك الحرس. بيعمل ايه بعدها؟ هي مكنة اللي هي بتطلع البخار، كانوا بيستخدموها الإنجليز سنة 1700. توماس نيوكومن هو اللي عمل أول مكنة لغاية ما وصلوا للشكل ده. دي بعض الأجزاء
بتكون في مخطوط الفضاء. Thank you.
It's so weird. Stay to the left. الشهيرة اللي تصور فيها فيلم هاري بوتر أول جزء لما دخل بالعربية اللي فيها الشنط في الحيطة. دلوقتي هندور على رصيف 39.
العربية بتاعت هاري بوتر. عشان يا اما تاخد التليفون يا اما تعمل ايه من هنا.